بسم الله الرحمن الرحيم. معرض مصر للخدمات المتكاملة بنقدم لكم آخر مرحلة تمت بفضل الله في الشاشة اللي احنا كنا بنتكلم فيها الحلقتين اللي فاتوا أو الاثنين فيديو اللي فاتوا، وهي مرحلة تثبيت الباور سبلاي في مكانه على مجموعات البلاطات اللي موجودة، اللي هي 150 بلاطة. زي ما احنا شايفين هي متقسمة 10 مديول او 10 بلاطات من فوق لتحت، ومحطوط مجموعة بوابات سبلاي ومتقسمة بنفس التقسيمة السيكونس، بحيث ان هي ما يكونش اللود على البوابات عالي. وطبعا كملنا الكلام ده بالدعم الداخلي، دعم داخلي حديد زي ما احنا شايفين كده، عشان خاطر المساحة دي كلها تكون محملة وماسكة نفسها بالشكل اللي احنا شايفينه ده. طبعا توزيع الباور سبلاي زي ما احنا شايفين كده متقسمة بشكل منظم ومنتظم على البلاطات، عشان يكون المجموعات كلها واخدة نفس كل باور واخد مجموعة بلاطات معينة، ما يكونش الحمل عليه تقيل. وطبعا مجموعة الباورات الباور سبلاي بيبقى 40 امبير، متحمل عليه عدد بلاطات قليل، بحيث ان هي لو اشتغلت 24 ساعة ما يبتديش البلاط سبلاي تبتدي تسخن او تبوظ او كده، لان عملية الصيانة بتاعتها زي ما احنا شايفين هتبقى مش بسيطة. بس طبعا معمول الخطة المستقبلية، لان اي حاجة تحصل في اي وقت. فطبعا احنا خطة الصيانة ممكن تكون من وشها، من قدام، من وش الشاشة زي ما احنا شايفين كده. طبعا الشاشة اهي كل البلاطات بتطلع بشكل منظم من قدام، بحيث ان انا اعمل صيانة لأي باور سبلاي من الباورات اللي هي محطوطة في الأعلى ومحطوطة في أسفل. دي مرحلة، والفيديو الجاي ان شاء الله هنشوف مرحلة التشغيل المبدئي، علشان بإذن الرحمن نشوفها كلها شغالة، ونشوفكم في الحلقة الجاية أو في الفيديو الجاي بإذن الله وهي متركبة في مكانها بإذن الرحمن، أو في مرحلة التست الأول، وبعد كده نشوف الفيديو اللي هي وهي متركبة في مكانها. شكرا ليكم، ونتمنى ان احنا فدناكم بمجموعة الفيديوهات دي في فترة التركيب اللي احنا قضينا فيها، يعني فترة مش كبيرة بس انجزنا شغل الحمد لله مشرف، والحمد لله الناس اللي معانا، الرجالة اللي معانا قامت بمجهود بصراحة جميل عشان خاطر نوصل للصورة النهائية دي. شكرا ليكم، ونشوفكم في الفيديو الجاي في مرحلة الاختبار بتاعت الشاشة بإذن الله. شكرا.